وقد وقع سؤال يحتاج إلى مزيد بيان. سؤال الذي سأل عن عمرته من جدة فطاف وسعى ولم يقصر، وسبق الجواب أن عليه التقصيرين أينما كان، وأنه ليس من شرط التقصير أن يكون في الحرم. إذا طاف وسعى ثم خرج فقصر في بيته أو في الأبطح أو في منى أو في أي مكان قصر أجزأه ذلك، أو حلق أجزأه ذلك، ليس من شرطه أن يكون حلقه أو تقصيره في مكة. وهكذا من كان عليه صيام من أجل الهدي أو من أجل شيء آخر، إذا صام في أي مكان أجزأه الصيام ولو لبس الصيام. لكن هذا فيه تفصيل، هذا الذي ترك التقصير فيه تفصيل، لم يتسع الوقت سابق لذكره، ولكن لا بد من ذكره. فهو حين ترك التقصير، إن كان لم يخلع ملابس الإحرام بل بقي عليه إحرامه، فإنه يقصر على حاله إذا نبه في أي مكان كان، يقصر ثم يلبس الملابس العادية ويخلع ملابس الإحرام. أما إن كان قد لبس ملابس العادة، يعني لبس القميص والطراسة وهو جاهل ما عنده علم أو ناسي حكم التقصير، فهذا عندما يسأل ينبه وقال اخلع الملابس، اخلع العمامة عن رأسك واخلع القميص أو السراويل واعتزل ثم قصر أو احلق، يعتزل يلبس الإزار على عورته ثم يقصر أو يحلق ثم يعيد ملابسه. لا يقصر ملابسه عليه الملابس المعتادة القميص والقطرة ونحو ذلك، لا، إذا نبه يخلعها ثم يقصر. فإن كان ما تنبه لهذا قيل لا قصر ولا تنبه قصر أجزأه ذلك. إذا قيل لا قصر ولكن ما نبهه المفتي، ما قال له اخلع القميص وكذا، فقال له قصر أو احلق، وقصر وحلق وهو عليه ثيابه المعتادة من قميص وغطرة ونحو ذلك، أجزأه ذلك ولا حرج عليه من أجل الجهل أو النسيان، لا حرج عليه في ذلك. ثم أيضا قد يكون تعدى على شيء، قد يكون تطيب، قد يكون قل ما أنفار، قد يكون قصر أو حلق بغير نية النسك لناس هذا حكم، حلق رأسه حلقا عاديا أو قص منه قصا عاديا أو تطيب أو قل ما أنفاره أو ما أشبه ذلك، فهذا لا عليه، ليس عليه شيء من أجل الجهل أو من أجل النسيان أنه ناسي، ليس عليه شيء، ولكن يقص بنية العمرة أو يحلق بنية العمرة ويكفيه ذلك. وهكذا الذي مثلا في حجه رمى الجمرة وطاف وسعى ونسي حلق ونسي التقصير، ما قص ولا حلق حتى ذهب إلى أهله، ومثل هذا إذا ذكر وتنبه يحلق أو يقصر يكفي، لكن هذا ليس عليه الاعتيال لأن قد تحلل لما رمى وطاف وسعى تحلل، وعليه ولا بأس يلبس ثيابه، فلا يحلق أو يقصر وعليه ثيابه المعتادة من قميص ومن عمامة، لأن قد تحلل لما رمى الجمرة وطاف وسعى تحلل، إلا من الزوجة، إلا من زوجته، هذا لباسه الإمامة والقميص لا بأس عليه، فيحلق ويقصر أينما كان ولا شيء عليه. لكن إذا كان قد وطئ أهله، هذه مسألة أخرى، عنده زوجة وطئها قبل أن يحلق أو قبل أن يقصر في العمرة أو في الحج، فهذا في حجه صحيح، حجه صحيح إذا وطئ قبل أن يحلق أو يقصر، لكن قد رمى وحلق، قد رمى وطاف وسعى ولكن لم يقصر ولم يحلق، فهذا أخطأ في وطئه لزوجته وعليه دم عن وطئه لزوجته، وحجه صحيح، عليه دم يذبحه في مكة يلحره في مكة ويقسمه بين فقراء الحرم، وحجه صحيح لأنه وطئ بعد التحلل الأول، فيكون حجه صحيحا وعليه هذا الدم وعليه التوبة إلى الله والاستغفار إذا كان قد تعمد. وفي عمره كذلك، إذا كان قد لما طاف وسعى في العمرة جهل حكم التقصير أو نسي حكم التقصير وأتى زوجته، عمرته صحيحة لأن في هذه الحالة بمثابة من قد تحلل التحلل الأول، فعمرته صحيحة وعليه عن ذلك ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام، وإذا ذبح شاة فهو أحسن وأحوط لكونه وطئ قبل أن يتحلل قبل أن يحلق أو يقصر في عمره. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. نعم. لكن الذي رمى وطاف وسعى ولكن ما حلق وطئ زوجته قبل أن يحلق شاة أو سعبدان أو سعبقرة يذبح في مكة.